إن المحروم من حرم الذكر، محروم من حرم الذكر. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا شيخ، عندي سؤال. تفضل. لو في شخص مبتدع أو ضال أو كذا، يعني ينفع إن أنا مثلا أنسب له كلام أو يعني أكذب عليه كلام هو لم يقوله عشان أبعد الناس عنه أو كذا؟ لا يجوز أبدا، لا يجوز أبدا. طب يا شيخنا، احنا سمعنا من فضلتك منذ ايام، ايوه، انك من باب الانصاف يعني، ايوه، نسبت للمداخلة انهم يضللون. صبرا اصبر يا حبيبي. اتفضل. انا ذكرت المداخلة بالاسم. قلت الذين يسبون العلماء. ايوه قلت الذين يسبون العلماء. هل قلت المداخلة؟ السائل كان يسأل. انا اسألك خلال. الان انت تقول لي انت قلت المداخلة. اولا، هل المداخلة حزب؟ والله لا أدري يا شيخ. لا تدري. هل أنا ذكرت المداخلة بالاسم؟ رددت على المداخلة. أنا ما بجيبش، بس صبرا بس شوية. هل في حياتك وجدتني قلت اسم المداخلة؟ يا شيخ قلت الجامية والمداخلة. أنا قلت الجامية والمداخلة؟ لا، ما حصلش. ما سميش أبدا، أنا ما سميش أبدا في الـ في الـ في على على قناتي هذه أبدا، ما أسمي أبدا أي اسم. فراجع الأول المعلومة وبعدين تعالى حاججني. أما إذا قلته الذين يسبون العلماء، الله ينتقم منهم. من كانوا الذين يسبون العلماء؟ أقول ذلك ولا زلت أقوله وإن وأكرره، الله ينتقم من كل من يطعنون في أهل العلم، الله ينتقم من كل من يطعنون في أهل الشرعي ويتركون أهل الأوثان ويسبون أهل الإسلام. أدعو عليهم ليل نهار. أدعو عليهم ليل نهار. الذين يطعنون في العلماء يتركون اليهود ويتركون النصارى ويتركون أهل الشرك ويتركون العلمانيين ويتركون الليبراليين ويتركون أهل الظلم والممثلين وأهل الفساد ويتفرغون للطعن في العلماء. الله ينتقم منهم ويشتت شملهم. اسمعها مني، الله ينتقم منهم ويشتت شملهم. هذا الذي أقوله، واسمعه وانصرف.